اهلا بكم معانا في موقع اوكازيون، وفيديو مهم جدا. لو انت شارع تالي سيجا من موقع اوكازيون او من اي مكان تاني، طريقه التشغيل واساسيات مهمه جدا عشان تشغل الجهاز، تقدر تشغله بكل سهوله. تابع معانا الفيديو ده، ما تنساش قبل ما نبدا الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد من موقع اوكازيون. في البدايه شكل الكرتونه بيبقى مختلف، سواء الشكل ده او الكرتونه السوداء اللي احنا كنا عرضناها في فيديو قبل كده. ايا كان، هو السيجا كل واحد لان طريقه التشغيل بتكون واحده. هوضح معاكم دلوقتي طريقه التشغيل ليه وحاجات مهمه جدا، لو انت ما عملتهاش الجهاز مش هيشتغل معاك. اول حاجه خالص، احنا فتحنا الكرتونه اهو يا جماعه، بنلاقي الادابتر ده. الادابتر ده هو السر، 50% منه على الادابتر ده. تمام يا جماعه، مهم جدا عشان يشتغل معاك. ممكن تبقى موصل كل حاجه صح ومش موصل الترانس ده صح، فمش هيشتغل معاك. طيب اول حاجه بنلاقيها يا جماعه، ان الترانس ده السن بتاعه كده صغير، اللي هو الحديد ده المعلم. تمام، فبالتالي في بعض الفيش اللي بتكون فيش الحيطه اللي بتكون داخله لجوه مش توصل لها، وفي بعض المشتركات الناس تيجي تقول لي يا عم انا بشغله بمشترك. طيب في مشترك مثلا زي كده، شايف سمك المشترك قد ايه؟ السن مش هيطول، بص كده تاني معايا اهو، مش هيطول، مش بيوصل اصلا، مش هيوصل معايا اهو اهو، حتى اهو مش واصل خالص. تمام، فانا ما انصحش بالمشتركات اللي زي دي، ولا السمك ده ولا السمك الاصغر منه. ايه اللي بنصح بيه؟ مشترك زي كده، لو انت عندك الفيش كلها بتكون داخل الحيطه، الفيش اللي في الحيطه بتكون داخله جوه، فبالتالي السن ده مش هيطول والترانس ده مش هيشتغل معاك. تمام، لازم الفيشه الحيطه تكون مثلا زي الشكل ده، تكون خارج الحيطه كده. تمام، لكن ما تكونش محفوره جوه الحيطه، محفوره جوه الحيطه مش هيشتغل معاك. تمام، فلو الفيشه عندك محفوره في الحيطه فانت مضطر ان انت تجيب مشترك، المشترك هيبقى زي كده برضه، ما تجيبش مشترك اللي هو ده عشان يشتغل معاك، فانت محتاج مشترك خارج الحيطه كده. تمام، وده حلو جدا لان زي ما انت شايف كده الترانس واصل وكهربته كده هتبقى واصله. او مش ممكن ما تجيبش ده، ممكن تجيب المشترك البسيط ده خالص رخيص جدا وتوصله، لان الترانس ده مش زي ترانس الاتاري بتاع الماريو، تحس ان هو تقيل كده والسن بتاعه قدام شويه، مش الفيشه كلها سن زي الفيشه العاديه. يعني دي الفيشه العاديه، بص الفيشه العاديه مجرد ما اي فيشه بقى داخله لجوه خارجه لبره بيتلقط على طول، اما دوت لا، هي سن كده فمش هيطول معاك. تمام، وكمان قصيره مش طويله، يعني السن ده كله كده كمان صغير. فدي مشكله بسيطه لكن حلها سهل جدا جدا جدا، ودينا وضحناه في الفيديو اهو. تمام، توصل كده او توصل بالمشترك ده اللي يناسب حضرتك. ده طريقتين اللي يشتغل بيهم الادابتر ده، وصلت الادابتر ده والناحية التانية هتوصلها في الأتاري بالشكل ده، بالشكل ده. تمام، يبقى أنا كده وصلت الأدابتر والترانس. السيجا يا جماعة في منه نوعين، السيجا العادي والسيجا المعدل. إحنا قلنا كل طريقة تشغيل واحدة بالنسبة للترانس أو الأدابتر، لكن في اختلاف طبعا. ده اللي هو العادي اللي معلوش ماريو، اللي عليه ماريو اللي هو العلبة السوداء. تمام، ده اللي هو العادي اللي عليه سونيك وعليه حوالي 10 15 لعبة وممكن تضيف له شرايط. تمام، فده طريقة تشغيله، ان انت بيكون مختلف شوية، بيكون هنا وصلة الفيديو والاوديو بتاعت التلفزيون، المفروض دي حمراء ودي صفراء، دي بتركب مكان الحمراء ودي بتركب مكان الصفراء. تمام، اما هنا في الجهاز نفسه ده الاختلاف بقى عن اللي فيه ماريو، السيجا اللي فيه ماريو بتوصلها هنا. بس قبل ما توصلها يا جماعة بتبص هنا على السنون، شايفين معايا السنون، ثلاث سنون ونص دايرة، بحاول اظبطها موصل، يعني هي كده كده مظبوطة، لكن لو شقلبتها كده هكسر السنون. تاني اركز في ديت عشان لو تنيت سن مش هيشتغل معايا، مش هيطلع معايا صورة، واضطر ان انا اشتري وصلة من عند اي كهربائي زي دي. فليه انا اوصلها صح من البداية؟ هي كده وصلت معايا صح اهي، والجنب التاني في التلفزيون، وتعالوا نشوف مع بعض اهو يا جماعه. الوصلتين اهم، الصفرة في الصفرة دي اصفر برضو، ولو الوصله جايه معاك خضرة برضو بتتركب هنا، والابيض مش في الابيض، الابيض في الاحمر. تمام، عايز تجرب برضو لو انت عندك مختلف، الابيض ده يا جماعه بتاع الصوت اما ده بتاع الصوره. تمام، فده لو لقيت الصوت مش شغال معاك هتضطر ان انت تجربه، ممكن يكون الاحمر ده او ممكن يكون الابيض. الالوان بتختلف من تلفزيون لتلفزيون، لكن الاصفر ثابت وموجود في اي تلفزيون، اصفر او اخضر. تمام، يعني لو انت لقيت دي خضراء عندك يبقى هي دي الصح بتاعها، لقيتها صفراء يبقى هي دي الصوره. اهم حاجه عندي تكون واصله، وبعد كده الصوت هجرب في الاماكن الموجوده عندي لغايه ما الصوت يشتغل معايا. كده يا جماعه انا وصلت توصيلاتي، هنا الترانس زي ما قلنا، وهنا فيشه التلفزيون، وورا زي ما قلنا ده الترانس واصل، وهنا الصوت والبتاع اللي احنا قلنا عليها بالسنون ونركز فيها كويس جدا، ووصلناها ورا في التلفزيون كده. تمام،
العادي وجايب معايا صورة وصوت. ده الجهاز اللي قلنا عليه العادي يا جماعة، اللي هو الميجا درايف العادي اللي عليه 10 أو 15 لعبة ممكن يكونوا متكررين أو مش متكررين، تمام. بتشغل هنا اون واوف. لو أنا عملت كده بيطفي معايا هنا بشتغل، تمام. لو حبيت أخرج من اللعبة بدوس ريسيت من هنا، والفيديو المراجعة كامل موجود على القناة، تقدر تشوف تحت في الديسكريبشن أو هيظهر لك في الأيفون، تمام. تعال نجرب مع بعض الجهاز ان هو اشتغل. جزئيه مهمه يا جماعه في الكنترول او في الدراع، لاحظ هنا في سنون، تمام. دي سنون، بص شكل السنون عامل ازاي، المستطيل ده عامل ازاي او الشكل بتاعه عامل ازاي، وهنا بصوا في الدراع عامل ازاي. ما عملهاش كده، انا كده بص كده مش مقلوب عنها، يعني كده مختلفه خالص. احاول ان انا اظبطها عليها بحيث ان انا ما اكسرش السنون، وادخل الجنب اليمين الاول وازق لجوه كده بحيث ان هي تبقى بالشكل ده كده مطبعه على بعض، يبقى كده الكنترول او الدراع واصل، سواء الدراع ده او الدراع ده. تعال نشوف مع بعض بقى الجهاز ونشغله. هو كده شغال اون، نشوف بقى الصوره. بصوا كده الجهاز شغال معايا يا جماعه، تمام. الالعاب عندي اهي يا جماعه، عندي اول صفحه من 19 صفحه، بيتهيألي مش حاجه فيهم متكرره، عندك على الاقل 20 لعبه مش حاجه فيهم متكرره، سونيك والكوره، سامعين الصوت كده شغال معايا، وبينج بونج واوميجا وحاجات كتير يا جماعه مش متكرره، مفيش لعبه لغايه دلوقتي في قدامي في ال 20 لعبه دول متكررين. انا للصفحه اللي بعدها عن طريق ان انا بدوس سهم يمين، تمام. ممكن الاقي هنا بعض الحاجات المتكرره، لكن على الاقل الجهاز ده يا جماعه زي ما قلنا في البدايه في على الاقل 15 او 20 لعبه في الرينج ده، انا مش فاكر بالظبط، تمام، مش متكررين. لو انا بائع غشاش ممكن اقول لك لا، زي ما هو كاتب 368 لعبه في الجهاز، هو فعلا 368 بس بعضهم او اغلبهم متكررين. اول صفحه يا جماعه قدامكم اهي، وعلى الطبيعه خاص بموقع اوكازيون دوت كوم، مفيش حاجه فيها متكرره. وتعال نشوف مع بعض، انا بطلع بسهم لفوق، تمام. حبيت ادخل على اللعبه بدوس ايه؟ ستارت. خليني افتح معايا سيجا، تمام. ببدأ لعبه وبالتحكم طبعا من هنا، ازود سرعه، ممكن انط كده، حبيت اوقف بضغط على ستارت كده، تمام، بيقف معايا. حبيت اخرج من اللعبه واجيب القايمه اللي كانت قدامي من بره دي، انقي الالعاب اللي انا محتاجها او ان انا عايز العبها، بضغط على ريسيت كده، بروح على الشاشه بلاقيه جاب لي القايمه تاني. طبعا انت هنا ده مكان الشرايط، انت هنا مكان الشرايط، ممكن تجيب شريط من موقع اوكازيون على العاب تانية لو انت محتاج العاب اكتر من ال 20 لعبه اللي موجودين على الجهاز. وطبعا في نسخه تانية من سيجا اللي هو الميجا درايف المعدل ده اللي عليه ماريو وعليه علاء الدين وعليه حاجات كتير تانية. الجهاز ده برضه موجود على موقع اوكازيون ودي فيديو توضيحي برضه، ولكن نفس خطوات التشغيل اللي هي اللي احنا قلناها في الفيديو ده، لو انت اشتريت الجهاز ده او جهاز ميجا درايف نفس خطوات التشغيل اللي هتعملها هنا هي اللي هتعملها في الميجا درايف عشان يشتغل معاك جهاز السيجا. خطوات اللي احنا قلناها دي لاي جهاز سيجا يا جماعه، تمام. اتمنى يكون الفيديو واضح والمعلومات كافيه لحضراتكم. شكرا.